بعد ما لعبت في منتخب مصر وانت لسه ما لعبتش مع الدرجة الأولى، قصة حلوة، بدأت تطلع الدرجة الأولى أول مباراة الأولمبي. مشوار الدرجة الأولى بقى، مشوار الدرجة الأولى، المباراة اللي ما ينساهاش كابتن علي خليل مع نادي الزمالك. المباراة دي يعني هي عايشة لغاية دلوقتي، لكنها لسه لعبينها مثلا الاسبوع اللي فات، لسه فاكرها، من نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي. انا كنت مصاب قبليها، أيوة. وقعدت فتره كبيره ما العبش، ودي اول مباراه هلعبها في السيزون الاولاني، كانت اخر مباراه في السيزون الاولاني. فنزلت لعبت واحرزت هدف، يعني كانت الكره على في السكس يارده على الزاويه، وشطتها بقوه جامده قوي، فقطعت الشبكه. ساعتها كانوا حاطين هم شبك، اللي هو الشبك زمان الاسود ده. فالكره فاتت من عدت من الشبكه ودخلت جوه الجون وقعدت تتنطط. طبعا الكابتن لاين زمان كان الكابتن احمد المرشدي. وكان الحكم الكابتن احمد بلال. فطبعا كابتن المرشدي اول ما الكره لقاها بتتنطط في الجون راح جاري على خط لغايه النص وحسب الكره جون. كابتن احمد بلال صفر الكره جون. طبعا جمهور الاسماعيلي شايف الكره. فاعترض على الكره، قال لك الكره دي من بره والجون ده لازم يتلغي. فالجمهور نزل من المدرج عاوز ينزل الملعب. فجه الكابتن علي ابو جريشه طبعا. قال للحكم اسال الكابتن علي خليل، لو قال لك الكره جون احسبها جون، لو قال لك الكره مش جون الغيها. فجه الكابتن احمد بلال سالني، فربنا طبعا الهمني ان انا اقول الحق، وقلت طبعا الصراحه دي افضل حاجه طبعا، واحمد ربنا ان هو هداني ان انا اقول الحق. قلت له الكره انا شايفها داخله من بره. فصفر لغى الجون ورجعنا لعبنا تاني. لكن الماتش ده بقى فرق مع نادي الزمالك في الدوري. خسرنا الدوري، قال لك بقى الزمالك لو كنت انت حسبت الكره دي جون كنا ناخد 3 نقاط. وكنا خدنا الدوري بالنادي الاهلي، لكن ما فيش نصيب ان احنا ناخد الدوري. وده موقف للتاريخ، وده موقف جميل. ايه ان هنا الاخلاق بيبقى ليها كلمه. الاخلاق اهم من اللعب واهم من اي شيء. وانا طبعا بتمنى لاولادنا الصغيرين اللي طالعين والناشئ اللي طالع ان الاخلاق يبقى رقم واحد قبل الكوره وقبل التدريب وقبل اي حاجه. كلام اللي الكابتن علي خليل بيقوله كلام مهم جدا، كلام فيه دروس لكل الاجيال اللي جايه، موقف للتاريخ. كابتن علي، الاهداف عمرها ما بتعيش، لكن المواقف عبر السنين الطويله هي اللي بتفضل. وموقف زي اللي حضرتك بتقوله في مباراه، يعني كان الزمالك ممكن الهدف يحتسب فيها، ممكن الزمالك يخرج متعادل او فايز كان يفرق معاه، لكن شهاده للتاريخ وشهاده للاجيال اللي جايه هتفضل. يعني الشهاده دي في حق كابتن علي خليل حاجه للتاريخ. الحمد لله، يعني الذاكره دي ما زالت موجوده لغايه النهارده حقيقه. يعني الاخلاق طبعا اهم شيء، اهم من اللعب، لان يعني اللي عنده اخلاق ممكن يستمر، لكن اللي عنده لعب ممكن هيجي فتره ويقف. لكن دايما جمهور الكره في مصر، مش جمهور الزمالك بس، حتى جمهور الاهلي وجمهور الاسماعيلي كلهم بيذكروني في اي موقف او في اي مناسبه بالموقف ده، بكون بيذكروا الموقف ده. وانا بكون سعيد جدا اما اسمع ان الاخلاق اهم من اي شيء. ما ترددتش ولو لحظة وكابتن أحمد بلال حكم بيسألك ممكن أفكر أقول له لا من جوه، ولا أنت كنت ربنا ألهمك في اللحظة دي إنك تقول كلام يفضل للأجيال كلها وللتاريخ؟ يعني عامة أنا في حياتي كلها أقول الصدق، يعني ما عنديش غير إن أنا أقول الحقيقة. فلما جه الموقف ده كان بالنسبة لي عادي. إن أنا شايف الكرة فعلا. والكرة داخلة من بره الشبكة وقطعت الشبكة ودخلت جوه الجول. فانا طبعا بحمد ربنا ان هو الهمني ان انا اقول الحقيقه. وكمان اتحلت مشكله كبيره جدا. ان كان ممكن لو الجمهور نزل الملعب ممكن يحصل احتكاك ومشاكل. فالحمد لله الموضوع عدى على خير. والزمالك طبعا للاسف ان خسرنا الدوري في السنه دي. وكان جمهور الزمالك قالوا يعني مش مهم نخسر نكسب الدوري، لكن احنا كسبنا لاعب عنده اخلاق وعنده انضباط وعنده التزام. ولغايه دلوقتي يعني الحكايه دي تبقى جميله جدا للاجيال الجايه، واحنا بنذكرها دايما عشان الناشئ اللي طالع الجديد يستفيد من الحكايه دي ويكونوا عندهم اخلاق عاليه جدا. وبجانب الاخلاق يبقى في الجانب الرياضي طبعا. زمايلك في الفرقه ولا المسؤولين ما اتضايقوش منك وقتها؟ لا، هو مجلس الاداره اتضايق. لما جيت طبعا، اما كبرت طبعا وصلت 28 29 سنه. فطلبت ان هم النادي يكرمني. قالوا لي احنا ازاي نكرمك اذا كنت انت اللي غلط لنا جول وخسرنا الدوري؟ فطبعا مش هنكرمك. ما رضوش يكرموني للاسف يعني.